في الفيديو ده إن شاء الله هشرح لكم بطريقة بسيطة إزاي نقدر نستخدم اختيارات الطبقات والبلند مودز في إننا نسرع من خطواتنا في الرسم والتلوين. ففي الأول هنعمل تطبيق بسيط إن إحنا إزاي نقدر نستخدم البلند مودز واختيار الطبقات في تلوين الكرة اللي قدامنا دي وإضافة التظليل والضوء عليها. وبعد كده إن شاء الله هنرسم الشخصية اللي قدامنا دي باستخدام نفس الخطوات اللي إحنا استخدمناها في رسم الكرة. فكالعادة قبل ما نبدأ الشرح حابب أفكر الناس اللي متابعة القناة بقالهم فترة إن هم يدعموا القناة عن طريق عمل لايك للفيديو ده، ولو أنتوا أول مرة تشوفوا فيديوهاتي فاتفرجوا على الفيديو ده لحد الآخر وإن شاء الله الفيديو يعجبكم وتدوا اللايك اللي يستحقه. وفي الفيديو ده إن شاء الله هكون بستخدم برنامج Ibis Paint X، وهو برنامج مجاني وبيشتغل على معظم أنواع الأجهزة، لكن الخطوات اللي هنطبقها مع بعض في الفيديو ده تقدروا ان تطبقوها على اي برنامج رسم تاني، علشان نفس الاختيارات دي بالظبط بتكون موجودة في معظم برامج الرسم من غير اي اختلاف كبير. دلوقتي نبدأ الشرح للخطوات بتاعتنا، واول حاجة حابب اوريها لكم هي الفرشة اللي انا بستخدمها في برنامج Ibis Paint X، وهي فرشة Pencil 2، ومن هنا بقدر اتحكم في السمك والشفافية بتاعت الفرشة. واول حاجة حابب ان انا اعملها هو ان انا ارسم الاوتلاين بتاع الدايرة، أو أنا أرسم دايرة بشكل سريع بالشكل ده، ودي تعتبر اللاير أو الطبقة اللي أنا برسم فيها السكتش السريع بتاعي، وهي أوتوماتيك بيكون موجودة أول ما بنفتح الفايل، وبتكون على نورمال بلند مود، فأنا حاليا أخليها زي ما هي على نورمال بلند مود. وبعد كده من علامة الزائد اللي موجودة على الشمال هنا بقدر إن أنا أعمل لاير جديدة، ودي بقى هتكون اللاير اللي أنا برسم عليها الأوتلاين النهائي للكورة بتاعتي. فأول حاجة هرجع هنا واختار اللير أو الطبقة اللي احنا رسمنا عليها السكتش السريع وهخففها بالشكل ده، وبعد كده بختار الطبقة الجديدة اللي انا عملتها اللي هيكون عليها الخطوط النهائية للدايرة بتاعتي، وابدأ بقى ان انا ارسم الخطوط النهائية بالشكل ده. فأول طبقة دايما برسم فيها سكتشات سريعة خالص، وبعد كده تاني طبقة ببدأ ان انا اظبط السكتشات دي بخطوط ادق وبطريقة ابطأ شوية من الخطوط السريعة اللي انا كنت برسمها في الاول، وممكن بعد كده ان انا اقفل الطبقة بتاعت الخطوط السريعة اللي انا رسمتها في الاول، او ان انا اقلل الشفافية بتاعتها، فانا خليتها على 5%. والطبقة التانية ممكن انا برضو اقلل الشفافية بتاعتها شوية واخليها على مثلا حوالي 70% بالشكل ده. ودلوقتي مثلا لو عايز اغير اللون الاسود اللي انا لونت بيه فاقدر ادوس على الاف اكس من هنا بالشكل ده، وهختار change drawing color، وممكن اختار بقى اي لون انا عايزه للسكتشات بتاعتي. فزي ما احنا شايفين كده بدأنا نتحكم في درجة اللون، فنختار اللون ده مثلا وهدوس على علامة الصح، وهعمل نفس الكلام برضو للطبقة التانية، هي مش باينة قوي عشان على 5%، لكن برضو ممكن نغير اللون بتاعها بالشكل ده. وبكده الطبقتين بتوع الاسكتشات بقوا جاهزين عندي، وعايز بقى ان انا اعمل طبقة جديدة اللي انا هبدأ الون عليها اللون الاساسي اللي هيكون موجود للكورة. فبعمل طبقة جديدة بحطها تحت الطبقتين بتوع الاسكتشات، ودلوقتي ممكن بقى اروح اختار اللون اللي انا عايز الون بيه الكورة بتاعتي، فبختار اللون ده مثلا وببدأ ان انا اكبر الفرشة بتاعتي بالشكل ده، وببدأ ان انا الون الكورة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. ودلوقتي بقى انا عايز ان انا اغير البلند مود للطبقتين بتوع الاسكتشات بتاعتي من نورمال للينير بيرن، وهوريكو ليه بنعمل كده. فدي الطبقة الاولى اللي احنا رسمنا عليها الاسكتش السريع، وبفضل ان انا اقلل الاوباسيتي او الشفافية بتاعتها بالشكل ده، وهغير البلند مود بتاعها من نورمال للينير بيرن، وهعمل نفس الكلام برضو للطبقة اللي عليها الاوتلاين النهائي. فاللينير بيرن بلند مود بيخلي الطبقة بتاعتي شفافة، وبيغمق لي اللون البيج اللي انا لونت بيه بالدرجة بتاعت البني اللي انا اخترتها للطبقة بتاعت السكتش. والكلام ده هيكون اوضح شوية لما هنرسم الشخصية في الجزء التاني من الفيديو، وهيبقى معانا اكتر من لون، وهنشوف تأثير اللينير بيرن بلند مود على الالوان المختلفة اللي موجودة في الرسمة. ودلوقتي هنبدأ في مرحلة التظليل، فبعمل لير جديدة وبحطها فوق اللير بتاعت الالوان الاساسية، بعد كده بختار لون بيربل فاتح قوي بالشكل ده، وبعد كده برضو برجع تاني لللاير بتاعتي وبغير البلند مود من نورمال للينير بيرن، وده اللي هيبدأ ان هو يغمق لي اللون الاساسي بدرجة البيربل اللي انا اخترتها. فزي ما احنا شايفين كده ان انا لو بلون على اللون الابيض هيديني لون بيربل، لكن لو بلون على اللون البيج اللي انا اخترته فبيديني لون اغمق شوية اقرب من اللون البني.
وهو ده الإفكت اللي اللينير بيرن بلاند مود بيعمله. طب لو أنا عايز أخلص من الجزء اللي هو اللي بره اللون بتاع الدايرة، فبقدر إن أنا أختار الأوبشن بتاع الكليبينج، وبكده بيخلي لي إن الطبقة اللي أنا بلون عليها التظليل دلوقتي تكون موصولة بالطبقة بتاعة اللون الأساسي، وبكده هيكون ضامن إن أنا مهما لونت بره الدايرة فالألوان مش هتأثر معايا، علشان الألوان هتأثر معايا بس في الجزء اللي فيه الدايرة البيج اللي احنا لوناها، بسبب إن احنا دلوقتي مفعلين الأوبشن بتاع الكليبينج. وببدأ إن أنا ألون على الأجزاء اللي أنا متخيل إن هيكون فيها الزبط، وبرضو عندنا الأوبشن بتاع السمادج، ودي الأداة اللي أنا بحب إن أنا أوزع بيها اللون شوية أو أخفف بيها الألوان بتاعتي شوية زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وبكده نكون خلصنا مرحلة التظليل وهنبدأ في مرحلة الإضاءة. فبعمل طبقة جديدة وبخليها على برضو كليبينج مود، وبغير بلند مود بتاعها من النورمال للأوفرلاي، والأوفرلاي بيديني عكس الإفكت بتاع اللينير بيرن. فالأول بختار لون فاتح خالص بالشكل ده، وزي ما احنا شايفين بقى انا ببدأ ان انا الون، فبيفتح لي اللون اللي انا بلون فوقيه بدرجة اللون الفتحة اللي انا اخترتها. وبعد كده دلوقتي بجيب سمادج تول بوزع اللون شوية، وانا شايف ان الدرجة بتاعت اللون فتح زيادة عن اللزوم، فممكن اقلل الشفافية شوية بالشكل ده. وبكده اكون خلصت مرحلة الاضاءة، وهدخل في مرحلة الهايلايتس او اللمعان اللي بيكون موجود في الاجسام. فبعمل لير جديدة أو طبقة جديدة وبخليها على Add Blend Mode، وبعد كده برجع للفرشة بتاعتي. والـ Add Blend Mode ده بيديني إفكت أقوى شوية للإضاءة. فبكده أكون خلصت مرحلة الهايلايتس، وهيكون عندي بقى آخر مرحلة، وهو إن أنا بعمل إضاءة تانية جاية من عكس الاتجاه بتاع الإضاءة الأساسية بتاعتي. فبعمل لير جديدة وبخليها برضو على Add Blend Mode، وبفعل الـ Clipping Option. ودلوقتي بختار اللون بتاع الإضاءة دي، فممكن برضو أختار نفس اللون البيج اللي أنا اخترته للون الأساسي معانا، وده هيكون اللون بتاع الإضاءة التانية بتاعتي، وهتكون جاية من عكس الاتجاه بتاع الإضاءة الأساسية. فالإضاءة الأساسية أنا متخيل إن هي جاية من فوق، ودلوقتي الإضاءة التانية متخيل إن هي جاية من تحت على الشمال بالشكل ده. ودلوقتي هختار السمادج تول عشان أوزع بيها أو أخفف بيها اللون شوية بالشكل ده. وبرضو ممكن أوريكم الفرشة بتاعت السمادج تول أنا بستخدمها، فهي الفرشة اللي قدامكم دي اسمها Airbrush Particle L، ودي تعتبر كل الخطوات اللي أنا بستخدمها وكل البلند مودز اللي أنا بستخدمها للطبقات بتاعتي. فإحنا دلوقتي ممكن بقى إن إحنا نقفل الفايل ده وأعمل فايل جديد نبدأ بقى إن إحنا نرسم عليه الشخصية بتاعتنا، ونستخدم نفس الخطوات دي بالظبط في تلوين الشخصية. فأنا حبيت في الأول إن أنا أشرح لكم الخطوات على الرسمة البسيطة بتاعت الكورة، ودلوقتي هنشوف بقى ازاي احنا نقدر نستخدم نفس الخطوات دي بالظبط في رسمة اكثر تعقيدا شوية، وهي هتكون بقى الرسمة بتاعت الشخصية بتاعتنا. وبكده تقدروا ان انتوا تشوفوا كل الخطوات اللي انا بستخدمها في تلوين الشخصيات بتاعتي بالتفصيل. فكالعادة انا ببدأ رسم اي شخصية عن طريق رسم دايرة، وبعد كده بنزل بالجوانب بتاعت الوش، ودلوقتي برسم الرقبة وارسم جزء من الهدوم بتاعتها بالشكل ده. وبعد كده من هنا بقدر ان انا اقلب الرسمه بتاعتي بالشكل ده، ودي حاجه بحب اعملها في مرحله الاسكتش السريع، وهو ان انا اقلب الرسمه بتاعتي يمين وشمال طول ما انا برسم، علشان ده بيخليني ان انا اكتشف الاخطاء بسرعه من قبل ما يبقى في اخطاء كتيره موجوده في الرسمه. ودلوقتي ببدا ان انا ارسم اشكال بسيطه خالص كده للملامح بتاعت الوش، وبعد كده طبعا هبدا ان انا ارسم التفاصيل بتاعت الملامح دي. ودايما في المرحلة دي بفضل أنا أرسم خطوط سريعة علشان أوصل بس للشكل بتاع الشخصية، وبعد كده ببدأ إن أنا أخفف الخطوط دي خالص وأعيد عليها مرة تانية بالخطوط النهائية اللي هتكمل معايا بعد كده قدام في مرحلة التلوين. ودلوقتي ببدأ إن أنا أرسم الشعر للشخصية، فبرسم الأوتلاينز بتاعت الشعر الأول بالشكل ده، وبفكر أديها توكة. ودلوقتي أبدأ بقى إن أنا أرسم التفاصيل بتاعت الشعر. وممكن أديها حلق كبير شوية بالشكل ده كده، وشوية تفاصيل للبق. ودلوقتي ممكن أدوس على الأيكون بتاعت السبيشال اللي موجودة هنا دي أو الليكويفاي تول، وبقدر بقى إن أنا أظبط الأجزاء دي شوية بالشكل ده.
وبرضه ممكن انا اقلب الرسمة بتاعتي واشوف لو في اي حاجة محتاجة ان هي تتظبط من الناحية التانية، فشوية تاتشات خفيفة كده، وممكن ارسم شوية تاتشات خفيفة كده زي الجفن العلوي للعين مثلا، وبعد كده من فوق من شمال الشاشة بدوس على ترانسفورم وببدأ ان انا اكبر الخطوط بتاعت السكتشات بتاعتي شوية بالشكل ده. وبكده اكون خلصت مرحلة السكتش السريع، وهبدأ بقى ان انا اخفف الشفافية بتاعت اللاير دي واعيد عليها مرة تانية بقى بالخطوط النهائية، فبقلل الشفافية بالشكل ده وبعمل لاير جديدة او طبقة جديدة، وببدأ ارسم فيها بقى الخطوط النهائية اللي هتكمل معايا بعد كده قدام في مرحلة التلوين. وانا كنت عملت قبل كده فيديوهات كتير عن برنامج ايبس بينت اكس وشرحت فيه كل الادوات اللي موجودة في البرنامج تقريبا، فان شاء الله هحط لكم البلاي ليست اللي فيها الفيديوهات دي في اخر الفيديو ده لو اي حد حابب ان هو يتفرج على فيديوهات اكتر عن برنامج ايبس بينت اكس. وبرضه كنت عملت مجموعة تانية من الفيديوهات بشرح فيها طريقة رسم الوش من زوايا مختلفة وطريقة رسم كل الملامح بتاعة الوش بالتفصيل، فبرضه هحط لكم البلاي ليست دي في اخر الفيديو ده لاي حد حابب ان هو يتعلم رسم الوش بالتفصيل. وبكده اكون خلصت مرحلة الشغل على الخطوط النهائية للشخصية بتاعتنا، وهبدأ بقى ان انا اغير اللون للخطوط اللي انا رسمتها دي، فاختار الفلترز وتشينج دروينج كولر، وهغير بقى اللون للون اللي انا عايزه، فاختار اللون البني المحمر او الطوبي بالشكل ده، ونفس الكلام برضو للطبقة التانية. وبكده اكون غيرت اللون لطبقتين الاسكتش اللي موجودين عندي، ودلوقتي بقى محتاج ان انا اغير البلند مود للطبقتين دول برضو لللينير بيرن بلند مود، فهغير من نورمال للينير بيرن ونفس الكلام الطبقة التانية لينير بيرن. وبعد كده هبدأ في المرحلة الجاية معانا وهي مرحلة الألوان الأساسية، فبعمل لير جديدة بحطها تحت الاتنين ليرز بتوع الاسكتشات، ودي بقى هتكون الطبقة اللي انا هلون عليها اللون بتاع البشرة، وبتكون على نورمال بلند مود، فكل لون اساسي برسمه في طبقة لوحده، وبتكون الطبقة دي على نورمال بلند مود عشان لما احتاج ان انا اغير بقى اللون بتاع الطبقة دي بعد كده قدام فبقدر ان اغيره بسهولة. دلوقتي بعمل طبقة تانية، ودي هتكون الطبقة اللي بلون عليها الهدوم بتاعت البنت، فممكن ان انا اختار لون احمر بالشكل ده، وهبدأ بقى ان انا الون الحلق والتوكة والهدوم بتاعتها باللون الاحمر. وبعد كده بعمل طبقة جديدة وهتكون بقى الطبقة بتاعة تلوين الشعر، فبختار لون بني غامق شوية بالشكل ده كده، وهبدأ بقى أنا ألون الشعر.
وبرضو هلون العينين والرموش والحواجب بنفس اللون. ودلوقتي بعمل طبقة جديدة فوق الطبقة بتاعت البشرة، ودي اللي هلون عليها اللون الأبيض اللي بيكون موجود في العين. وبعد كده هعمل طبقة جديدة فوق الطبقة بتاعت البشرة وهخليها على Multiply Blend Mode. والMultiply Blend Mode ده يعتبر زي Linear Burn، إن هو بيغمق لي الطبقة بدرجة اللون اللي أنا أختاره. وبختار الكليبينج، وممكن اختار اللون بتاع البشرة بالشكل ده بس اخليه بينك شوية. وابدأ بقى ان انا ادي درجة تانية للبشرة على الطبق دي. وانا استخدمت Multiply Blend Mode علشان يعتبر انه بيدي افكت اخف شوية من Linear Burn Blend Mode. وممكن انا اقلل الاوباسيتي او الشفافية بتاعة الطبق دي شوية. بعد كده بروح للفلترز، وممكن بقى ان انا ابدا اغير الالوان من الهيو والساتوريشن واللايتنس. انا شايف الدرجه دي تعتبر كويسه. وبكده اكون خلصت تلوين كل الالوان الاساسيه للشخصيه من غير اي تظليل او اضاءه. وهبدا دلوقتي بقى في مرحله التظليل. ففوق كل الطبقات الموجودة عندي هعمل طبقة جديدة وهتكون على Linear Burn Blend Mode، ودي هتكون الطبقة اللي بلون عليها التظليل للشخصية بتاعتنا. وهختار اللون البيربل الفاتح زي ما عملنا في المثال بتاع الكورة في الأول. وببدأ بقى إن أنا ألون على الأماكن اللي محتاجة تظليل. فبتخيل إن الضوء جاي من فوق عندي على إيدي الشمال، وده هيخلي ان الراس هتكون مغطية على الجزء ده من الرقبة، فهيكون محتاج ان انا اظلله بالشكل ده. وبرضه نفس الكلام عند الشعر وتجويف العين. وبكده اكون خلصت مرحلة التظليل وهبدأ في مرحلة الاضاءة. فبعمل لير جديدة وبخليها على Overlay Blend Mode. وبعد كده بختار اللون الاوف وايت او اللون البيج الفاتح قوي بالشكل ده. وببدا بقى ان انا افتح الاماكن اللي انا متخيل ان الضوء هيكون منعكس عليها. وبكده أكون خلصت مرحلة الإضاءة وهبدأ في مرحلة الهايلايتس. فبعمل لير جديدة وبخليها على Add Blend Mode. وباستخدام نفس اللون الأوف وايت اللي أنا استخدمته في مرحلة الإضاءة هبدأ بقى إن أنا أرسم الهايلايتس بتاعتي، فيكون عندي لمعان موجود في العين بالشكل ده، ولمعان عند الحلق، ولمعان عند المناخير برضو، والبق بالشكل ده كده. وممكن برضو ان انا اضيف شوية لمعان على الودان والشعر. وللشعر دايما بفضل ان انا ارسم خطوط كبيرة الاول بالشكل ده، وبعد كده ببدأ ان انا امسح الاطراف بتاعت الخطوط دي علشان يديني اللمعان للشعر. وبكده اكون خلصت مرحلة الهايلايتس وهبدأ بقى في اخر مرحلة معناها وهي مرحلة الاضاءة التانية. فبختار الـ Add Blend Mode للاير جديدة، وبتخيل ان الإضاءة التانية جاية برضو من عكس الاتجاه للإضاءة الأولى. فالإضاءة الأولى كانت جاية من فوق على اليمين، فالإضاءة التانية هيكون جاية من تحت على الشمال بالشكل ده. وأبدأ بقى إن أنا أنور الأجزاء اللي أنا متخيل الإضاءة تكون معكوسة عليها بالشكل ده، وبرضو هتكون منعكسة على الشعر هنا. فببدأ إن أنا أرسم شوية خطوط خفيفة كده للمعان الشعر من تحت.
وبكده اكون خلصت مرحلة الاضاءة التانية، وهعمل بقى اخر حاجة معانا خالص، وهو ان انا اعمل لير تحت كل الليرز اللي كانت موجودة عندي، والطبقة دي هتكون هي الطبقة اللي بلون عليها الخلفية، فاختار لون ازرق بالشكل ده كده، وهو ده اللي هيكون اللون اللي هلون بيه زي شكل مستطيل ورا الشخصية بتاعتنا. وممكن انا اغير الدرجة بتاعت اللون ده عن طريق ان انا بختار الفلترز وبروح لهيو ساتوريشن واللايتنس، وابدأ ان انا افتح اللون شوية بالشكل ده. وبرضه ممكن اعمل شوية تعديل بسيط للدرجات بتاعت الالوان للطبقات التانية اللي موجودة عندي لحد ما اوصل للنتيجة اللي ترضيني. فانا شايف ان احنا دلوقتي يعتبر وصلنا لنتيجة كويسة للرسمة بتاعتنا، فاخر خطوة معايا بقى هو ان انا ازود الامضة بتاعتي على الرسمة، فبختار اخر لاير عندي فوق وبعد كده بدوس على علامة الكاميرا، فهتفتح لي كل الصور الموجودة في الجهاز، وانا كنت راسم الامضة بتاعتي على فايل بي ان جي بخلفية شفافة منفصلة، فبكل سهولة بقدر انا اختار الفايل ده وازود الامضة بتاعتي بالشكل ده، وبعد كده بقول له اوكي. وممكن اعمل بقى سيف للرسمه بتاعتي كفايل بي ان جي من هنا بالشكل ده، وبكده بقى عندي فايل على الجهاز بالرسمه بتاعتي. بعد كده بختار باك تو ماي جاليري، وبكده اكون شرحت لكم بالتفصيل استخدامي للطبقات والبلند موز المختلفه في تلوين الشخصيات بتاعتي. فكالعاده اكون مستني اعرف رايكم في الفيديو ده تحت في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو لو عجبكم، واشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات عشان تعرفوا لما الفيديوهات الجديده تنزل ان شاء الله. ويا رب اكون قدرت افيدكم بحاجه جديده في الفيديو ده، وشكرا جدا لكم.